بسم الله الرحمن الرحيم. إحصاء بعدد العاملين بالمديرية وأعداد طلابها. تتكون المديرية التعليمية من 3 إدارات تعليمية: إدارة شمال السويس التعليمية، إدارة جنوب التعليمية، وإدارة الجناين التعليمية. تعداد ديوان عام المديرية 375 موظفا، إدارة شمال التعليمية 341 موظفا، وإدارة الجناين 68 موظفا. إجمالي عدد المدارس 421 مدرسة. إجمالي عدد الفصول 4351. تعداد طلاب التربية والتعليم بمحافظة السويس: رياض الأطفال 16979 طفلا، ابتدائي 85674 تلميذا، إعدادي 34559 طالبا، ثانوي عام 11884 طالبا، ثانوي فني 18442 طالبا، التربية الخاصة 450 طالبا، التعليم المجتمعي 331 طالبا، موزعين على النحو التالي: إدارة الشمال التعليمية 79409 طالب وطالبة، إدارة جنوب السويس التعليمية 53269 طالبا، إدارة الجناين التعليمية 22269. كما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والقائمين عليهم بالمدارس 13647، بينهم 9986 معلما. وبالتالي يكون إجمالي عدد أعداد الطلاب بمحافظة السويس 168124 طالب وطالبة. إنشاء مجمع الإدارات التعليمية: حصة من المديرية التعليمية على تقليل كثافة الفصول في المدارس، حيث تلاحظ عدم وجود أي منشآت تعليمية للإدارات التعليمية وشغل المدارس بموظفي الإدارات، مما انعكس أثره بالسلب على سير العملية التعليمية، مما دعا المديرية إلى التنسيق مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. وتم إنشاء مجمع للإدارات التعليمية يضم 3 إدارات تعليمية: شمال، إدارة شمال، وإدارة جنوب، وإدارة الجناين في حي الصباح، بتكلفة بلغت 7 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية. رفع كفاءة المسرح وصالة الألعاب الرياضية: في إطار اهتمام المديرية التعليمية بالأنشطة الفنية والرياضية، فقد تم التنسيق مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الذي لم يتراخى في تقديم الدعم المادي في ظل توقف مسرح التربية والتعليم منذ 3 سنوات، وقد تم رفع كفاءة المسرح وصالة الألعاب الرياضية بقيمة إجمالية قدرها 1,600,000 جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية. إدخال اللغة الألمانية لأول مرة في تعليم السويس: تم إدخال اللغة الألمانية لأول مرة في نظام التعليم السنوي عام 2015-2016 كلغة تانية بجانب اللغة الفرنسية، بعد أن تم توفير السادة أعضاء هيئة التدريس، مما وجدت إقبالا ورواجا كبيرا في مدارس الثانوية العسكرية بنين، فصل بكل صف بواقع 3 فصول، وفصلان بكل صف بمدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات بواقع 6 فصول، وفصل بكل صف بمدرسة ابن سينا الثانوية بنات بواقع 3 فصول. في مجال الأبحاث العلمية: رفض أحفاد المقاومة الشعبية الباسلة الاستسلام، ودخل طلاب مدرسة الصناعات المتقدمة حلبة المنافسة في مجال البحث العلمي سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، بدعم من قيادات التربية والتعليم والسادة الوزراء محافظو السويس خلال 4 سنوات الماضية، مما ترتب عليه سفر عدد 55 طالبا وطالبة مثلوا مصر في المحافل الدولية في كل من أمريكا 7 مرات، في ولاية لوس أنجلوس، كنتاكي وتكساس، ثم بريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا وكوستاريكا وبلجيكا. وقد أسفر هذا الجهد عن فوزهم بمراكز عالمية: ثاني عالم وثالث عالم ورابع عالم وسادس عالم. وبالتالي أصبحت محافظة السويس من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في هذا المجال. وفي سبيل ذلك كانت القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم السادة محافظي السويس جنبا إلى جنب في الاحتفاء بهم وتكريمهم واستقبالهم دائما بمطار القاهرة الدولي، فضلا عن التكريم الخاص للسيد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بمكتب سيادته والاجتماع بهم وبأسرهم. استعادت مدرسة شغلتها جامعة السويس منذ عام 1980 في إطار مساعي مديرية التربية والتعليم بالسويس نحو خفض الكثافة داخل الفصول، ومنذ نحو 4 أعوام مضت استمر سعيها مع إدارة جامعة السويس والمجلس التنفيذي للمحافظة لاستعادة إحدى المدارس الثانوية من جامعة السويس،
والتي تقع في نطاق حي الأربعين بمنطقة كفر أحمد عبدو الجديد قرب مساكن العبور، حيث قامت الجامعة باستخدامها منذ 37 عاما كمقر لكلية التربية ثم كلية التعليم الصناعي. وأمام إصرار مديرية التربية والتعليم على استعادة ممتلكاتها وتهيئة الأجواء بين رمزي التعليم بالمحافظة، فقد تدخل السيد اللواء الوزير أحمد محمد حامد محافظ السويس، وكان لتدخله أثرا إيجابيا في استرداد المدرسة من الجامعة، وتم استلامها في 4 أغسطس 2017. وتعد هذه المدرسة أكبر مدرسة في محافظة السويس من حيث المساحة، حيث بلغت 15,000 متر وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات. وجاري اتخاذ الإجراءات من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءتها أو إزالتها وتقسيمها إلى مدارس متعددة لخدمة المنطقة ولخدمة العملية التعليمية. المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. يعد هذا المركز منارة ثقافية وعلمية بمحافظة السويس، كما يعتبر رابع مركز من بين المراكز الهامة في جمهورية مصر العربية من حيث الإنشاءات والتجهيزات واستقلالية المبنى، حيث يضم المبنى في طياته على القبة السماوية والأكريوم مشروع الأحياء المائية ومعامل اللغات والفيزياء والكيمياء ومكتبة عامة. ويأتي مركز السويس في الترتيب بعد مكتبة الإسكندرية والمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ومدينة كوزموس العلمية، حيث بلغت التكلفة لهذا المركز 50 مليون جنيه. وقد بذلت مديرية التربية والتعليم بالسويس جهود مطنية بالتنسيق مع السيد الأستاذ الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتجهيز المركز، وقد أسفرت عن ذلك تقديم دعم مقداره 6 مليون جنيه بموافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم. وبالفعل تم إسناد عمل التجهيزات لإحدى الجهات السيادية بعد موافقة ودعم السيد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس وجاري التوريد. إنشاء فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين بالسويس. في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بتهيئة المناخ للسادة المعلمين والعمل على تقديم كافة وسائل الراحة، فقد قامت مديرية التربية والتعليم بإنشاء فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين بمدرسة الصباح الإعدادية بنين بحي الصباح، يضم 12 قاعة للتدريب، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات والموافقات اللازمة في هذا الشأن. وقد بلغت قيمة التبرعات العينية من المجتمع المدني حوالي 200,000 جنيه لتجهيز هذا الفرع. ويقدر الإشارة إلى أن السادة أعضاء هيئة التدريس كانوا تلقوا تدريباتهم بمحافظة بورسعيد. إنشاء مخازن كتب جديدة بالصباح. حيث لوحظ سوء حالة مخازن الكتب بحي الصباح وتشوين الكتب في العراء تحت الأتربة والمطر ومياه الصرف الصحي، لذا قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وقد أسفرت عن ذلك تقديم الدعم المادي بمقدار 1.5 مليون جنيه، وتم إنشاء مخزنين بمساحة 600 متر تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسويس. إنشاء فصول للثانوية العامة بالقطاع الريفي. انطلاقا وإيمانا بدور مديرية التربية والتعليم في تقديم سبل الراحة للطلاب وتخفيفا على أولياء الأمور، فقد تلاحظ التحاق فئة من الطلاب ليست بالقليلة قاطني القطاع الريفي بإدارة الجناين التعليمية والحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمدارس الثانوية بإدارة فايد التعليمية التابعة لمحافظة الإسماعيلية بسبب بعد مسافة مدرسة أبو حامد الغزالي الثانوية بإدارة الجناين التعليمية بالسويس. ولم تتوانأ المديرية التعليمية في اتخاذ قرارا بفتح فصول ثانوي بمدرسة طلعة حرب الإعدادية بجنيفة إلحاقا على مدرسة أبو حامد الغزالي الثانوية، وقد وصلت أعداد الطلاب إلى فصلين بكل صف، أحدهما مخصص للبنين والآخر للبنات بواقع 6 فصول. إنشاء إدارة تعليمية تحت مسمى إدارة عتاقة التعليمية. نظرا للتوسع الرأسي والأفقي بإدارتي شمال وجنوب، فقد تبين زيادة عدد المدارس بالإدارتين المذكورتين ولا سيما إدارة شمال التعليمية، مما قلل من إحكام الرقابة والمتابعة وضبط العملية التعليمية كما ينبغي من قبل القائمين على الإدارة التعليمية. لذا قامت المديرية التعليمية بالسويس بعرض مذكرة على السيد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس، وتفضل سيادته بالموافقة على إنشاء إدارة تعليمية جديدة تحت مسمى إدارة عتاقة التعليمية، وجاري هيكلة هذه الإدارة بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة السويس. في مجال الأنشطة الرياضية والفنية. أولا في مجال الأنشطة الرياضية،
حققت التربية الرياضية المدرسية في العام 2016-2017 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث مثلت مدرسة موسى ابن نصير الرسمية للغات أولى المراحل الإعدادية في العروض الرياضية الشاملة، ثم تلتها المرحلة الابتدائية مدرسة الشيماء الابتدائية، وكلاهما يتبعان إدارة شمال السويس التعليمية. وقد حققت السويس مراكز متميزة في مجال التربية الرياضية والفنية والموسيقية على مستوى الجمهورية، ودخلت حلبة المنافسة مع مديريات التربية والتعليم، وكان ترتيبها ضمن المراكز الثلاث الأول في الأنشطة الموسيقية والشعر والإلقاء والرياضة. الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الملاكمة وزن 91 كيلو، الفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات لطلاب المرحلة الإعدادية، الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ثانوي، الفوز بالمركز الثاني مصارعة ثانوي وزن 71 كيلو، الفوز بالمركز الثاني مصارعة ثانوي وزن 110 كيلو، الفوز بالمركز الثاني دراجات إعدادي بنون، الفوز بالمركز الثاني دراجات ثانوي بنون، الفوز بالمركز الثالث مصارعة ثانوي بنون وزن 55 كيلو، الفوز بالمركز الرابع دراجات ثانوي بنون، الفوز بالمركز الخامس كاراتيه ثانوي بنات، الفوز بالمركز الثامن دراجات إعدادي بنون. كما فازت مدرسة الحرية الإعدادية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في العروض. فوز الطالبة فاطمة الزهراء طارق بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، وتم تكريمها بجامعة الدول العربية. فوز طلاب التعليم الفني بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في لعبة كرة القدم الخماسية والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية. فوز الطالب محمد مجدي محمد بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة الثانوية العسكرية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال القصة القصيرة. فوز مدرسة التعاونيات الإعدادية بالمركز الأول جمهوري في مسابقة الوعي القومي والاجتماعي. فوز الطالب بشار محمد رمضان بالمركز الأول جمهوري في المسابقة القومية للمخترع الصغير عن المرحلة الابتدائية. وفي مجال القرائية تصدرت محافظة السويس المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الخامس على التوالي في تقييم المدارس والمعارض بفضل الله تعالى، ثم الجهود المخلصة للأستاذة سلمى الشاعر وكيلة المدرية وجميلة محمد عمر مسؤول وحدة القرائية، وتبذل أجهزة الوزارة المعنية في هذا الشأن جهودا مضنية لتطبيق نموذج السويس على المدريات التعليمية. لاحظت مديرية التربية والتعليم عدم وجود سيارات كافية لخدمة العمليات التعليمية والطلاب، مما أنهك ميزانية المديرية في استئجار السيارات، وعلى الفور تم التنسيق مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الذي سرع في تقديم عدد 4 سيارات بينهما أتوبيسان سعة 51 راكبا للأتوبيس، فضلا عن تقديم ديوان عام الوزارة سيارة خاصة لخدمة المديرية التعليمية. الطموحات والأمال خلال المرحلة القادمة. نظرا لوجود بعض المعوقات التي تواجه العملية التعليمية، لذا نعرض على معالي السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم احتياجاتنا الضرورية خلال المرحلة الحالية، تتمثل في عدد من المشكلات نضعها بين قوسين معوقات، أهمها أولا تقديم الدعم المادي من قبل أجهزة الوزارة المعنية لبناء مدارس رسمية للغات لمواجهة الإقبال الشديد على هذه النوعية من المدارس التي ثبت تميزها، وبناء مدرستي اليابانية الجديدة والفائقين ومجمع المدارس بالقطاع الريفي، بعد أن تفضل معالي السيد اللواء الوزير محافظ السويس بتخصيص الأراضي لبناء هذه المدارس وآخرها تخصيص 4 أفدنة بالقطاع الريفي. ثانيا إيجاد حلول لسد العجز الصارخ بمعلمات رياض الأطفال والذي تجاوز 600 معلمة، مما دفع المديرية إلى تشغيل القاعة بمعلمة واحدة والاستعانة بهم عن طريق مجالس الأمناء، وكذا سد العجز بمعلمي الأنشطة اللاصفية التربية الرياضية والموسيقية والفنية والمكتبات للنهوض بالعملية التعليمية. ثالثا إنشاء مركز السويس التعليمي للامتحانات يضم اللجان النظام والمراقبة وتقدير الدرجات والمطبعة السرية ومركز تصوير امتحانات النقل بهدف تحقيق أعلى جودة في تقييم أعمال الامتحانات ليعكس المستوى الحقيقي لطلاب المراحل التعليمية الثلاث، بما يضمن الوقوف على مراكز القوة وتدعيم مراكز الضعف. رابعا مساعدة المديرية من خلال وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسد العجز الصارخ في عمال الخدمات والحراسة، حيث وصلت نسبة العجز إلى 75%، الأمر الذي تسبب في عدم نظافة المدارس كما ينبغي وزيادة معدلات
حوادث سرقات المدارس بشكل ينذر بإجهاض كل الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية. خامسا وأخيرا، نأمل في دعم الوزارة لإعادة تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية باعتبارهم محور وأساس العملية التعليمية من خلال تخصيص برامج وورش عمل للنهوض والارتقاء بهم لضمان مخرجات تعليمية جيدة مؤهلة للمرحلة التعليمية التالية بشكل جيد. وختاما، نأمل أن نكون بما قدمنا من عرض متواضع لأهم ما أنجزته مديرية التربية والتعليم خلال 4 سنوات المتزامنة والمرحلة الانتقالية لمصر نحو البناء والتعمير بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نهوضا حقيقيا بمنظومة التعليم وردا لجميل هذه المدينة الباسلة وتحقيقا لما عاهدنا الله عليه وأقسمنا بخدمة هذا البلد وتربية وتعليم أبنائه من أجل مجتمع يشرف به الوطن والأجيال القادمة. شاكرين حضوركم ودعمكم المتواصل والمتعاظم، مؤكدين أننا سنظل في سعينا جنودا مخلصة خدمة الوطن ورقيه أسمى أمانيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.